نظم المئات من أصحاب الشهادات العليا تظاهرة في منطقة العلاوي وسط بغداد احتجاجا على مجلس الخدمة الاتحادي بسبب تأخير منحهم أو منحهم الدرجات الوظيفية المخصصة لهم والبالغة 7000 درجة، مطالبين رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإنهاء مشكلتهم. وزارة المالية أبلغتنا ما وصل كتاب بالإحتياج من مجلس الخدمة على مدى الاستحداث، فالمشكلة هنا نقدر نقول مو يم المالية، المشكلة يم مجلس الخدمة الاتحادي، مدى يدز الكتاب على مدى المالية تنطي الاستحداث المالي هاي أولاً، ورئيس الوزارة منطيهم مدة محددة لحد نهاية هذا الشهر، لكن لحد هسه يعني 7000 درجة وظيفية ما موزعيها، ما عدا الأشخاص اللي رفضوا من غير وزارات رجعوهم للمجلس، هذول أيضاً مشكلة ثانية. والشغلة نحن مجموعة من حملة الشهادات العليا اختصاص هندسة النفط والغاز، عانينا من الظلم بهذا التوزيع، ووزعوا قسم من أصحابنا بأماكن بعيدة كل البعد عن تخصصاته، مثلا مهندس نفط وغاز اختصاص ماجستير تم توزيعه على وزارة العمل، شنو وجوده بوزارة العمل؟ شنو اللي ممكن يقدمه مهندس النفط بوزارة العمل أو بالموارد المائية وبديوان المحافظات؟ هاي أماكن بعيدة كل البعد عن هذا الاختصاص. نحن خريجين شهادات العليا ماجستير والدكتورة للوجبة الثانية. أستاذ وائل، المشكلة مالتنا مجلس الوزراء وجه مجلس الخدمة الاتحادية بالتوزيع، وكذلك وزارة المالية، يعني ماكو مشكلة، بس مشكلتنا مجلس الخدمة، مجلس الخدمة ما قاعد يوزعنا. ما نعرف السبب أستاذ. وزعوا الوجبة الأولى خريجين الماجستير 4600 على وزارة التعليم، ووزارة التعليم عندها بعد يعني دزت كتب احتياج، ولحد الآن مجلس الخدمة الاتحادي ما أعرف شنو، والملف هو يعني متفقين ويا مجلس الوزراء الملف نهاية شهر التاسع ينغلق، ملف التعيينات مال الشهادات العليا، وإحنا تعرف اليوم 23 بالشهر ولحد الآن كل شيء ماكو، يعني ماكو أي فت قرار من مجلس الخدمة الاتحادية إنه يقولون إنه راح نعينكم أو نوزعكم على الوزارات أو على المحافظات أو الدوائر الباقية. بدوها باستبعاد ويومية قرار ويومية يم المالية يم المجلس، إلى متى؟ دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السودان 90 يوم، خلصنا 90 يوم، احنا جايين نحكي هسه ورا 90 يوم ولحد الآن ما شايفين شيء، لا أبو شغب ولا غيره يقدر يوقف هاي المظاهرات.